بحضور العملاق القارئ الطنطاوي قرأ تلاوة لا تزيد عن الربع ساعة، ولكن حملت الكثير من التلوين النغمي على مقامات متعددة كاستهلال البيات، ثم دخل على الرست والسيكا. إحساس من ملك الحنان المصري أبهر جميع الحاضرين. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. لا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع كما بدأنا
دوستان عزیز و